ويعلق عليه دجاج سمين. قد دجاج سمين؟ اليوم حلقتنا مثل ما تعرفون بنسوي وصفة تقريباً عمرها 1000 سنة. شي حلا نحليكم كذا ونحلي البرنامج أحلى شوي، بس الطبخة ترى فيها شوية حركات حد غريب يعني إيه. تشوفون في الأخير الوجبة إيش اسمها اليوم؟ جذاب الرطب. طبعاً هذا ما موسم الرطب، بس حصلنا شوية تمر. بس يمكن تقرأ لنا أستاذة، الله يخليك. نعم يا أستاذ. يؤخذ دس نحاس مبيض اللي هو حين عندنا هني، أيوة، فيرش فيه قليل ماء ورق، ثم يبسط فيه رقاقة ويصف عليه من الرطب الجنيل خاستوي. زين، حسيت انه قماش كدوره، تعرفي؟ كنا الحافلي مو خبز. ثم ينثر عليها لب فستق ولوز مدقوق ناعم وخشخاش محمص فرشه. شو الخشخاش؟ خشخاش اللي هو يصير البوبي سيدز، تشي الحبه السوداء، حول العالم ياكلونه في الكيك، في الخبز، لانهم هم طبيعيين، بس احنا في الخليج وفي العالم العربي ممنوع. يمكن تبنق يعني، يمكن يجت هاي اوف ات، ولا حلو يقولون يعني، هاي تفكيرهم بس شوي نغير المود يعني. للاسف ما عندنا هني. فتبي تبتدي تسوي هاي؟ حلو. وانا ما ابتدي اقطع مكسرات. ايوه، وقعت كذا طبقه خفيفه. ايه، تبي تخليها لون ولا تبي تقطعه؟ خلي كذي، بس اعتقد يمكن غطيه يكون كانه باي كذا. نتف التمر بايدينا، احب انتف الاشياء شوي. بعدين عقب ذي نحط المكسرات اظن فوقها. نكمل وبعدين؟ انا اكمل شلون بدي اسوق ولا؟ والله ايش رايك انت تقرا؟ Because I know your language skills are great. ما جايب نظارتي اليوم. ريايل يعني شغل. عقب ما نحط المكسرات اظن نحط نصف رطل جلاب وبعدين ماي ورق ويا زعفران. لازم نحط اظن اما شيره او دبس عليه. شيره نحط اثنيناتهم. يلا ليش لا؟ زين ما دام انت تحط الشيره انا بحط شويه دبس. حط عليه زعفران وماي ورق. ايوه، اعتقد الخبز لازم يشرب هذا. خبز يشرب؟ يشرب الجوس. ما ياكل؟ خلص الباي مالك اللي بديته. الباي مالك؟ الباي مالك بتغطيه ولا شي تهوس عليه ولا تخليه؟ اي كذي؟ اظن احسن؟ اظن ايه. نضغط عليه كذي؟ اوكي. خوش. لا بس لا جست ويت جيف ات جست ويت. هاي باي خليجي سويناه. اوه تعرفي ايش احس؟ تزيد للطبقه الثانيه يطلع كده لازانيا كذا. فعقب ما نحط عليه الماء الورد والزعفران ويعلق عليه دجاج سمين. دجاج سمين؟ لازم نحشي جوفه بالسكر واللوز والفستق المعجون بالماء الورد. وهل يزعفر باطنه وظاهره؟ شنو يزعفر بعد؟ فاذا استحكم نضاجه رفع. شنو ذي؟ اذا صار صار، اذا ما صار تصفيه. صح ولا لا؟ صح. خلاص بنمشي على هالسالفه. شوي شوي على اصابعك. اوكي. انزين بحاول ما ارقد. انزين يلا. بحط الشكر والماي ورد. ايوه. ولازم نسوي مثل معجون. انت ايش تسميه شكر؟ هو ما اسمه سكر. زين كيف انا بحرينيه لا؟ اوكي سوري. زين يلا لا يبا. شو رايك تتكملي عليه؟ اي والله احسن. انزين وش نكمل هنا الحين؟ هاي ماي ورد وشكر. ماي ورد وشكر. ايه ولازم يصير مثل معجون. وزشت بس 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 عاد. يعني لازم نراويك الشغل عدل. زين فالحين حطينا المكسرات. ايوه. حطينا الشكر، حطينا ماي ورد. حلو. يقولون الدياية مزعفرة. يعني نحط زعفرانة. حلو ايوه. زين شيف وبعدين ايش نسوي الحين؟ زين الحين تحشي الدياية عادي عندك؟ على طول داخل؟ ايه ايه. اوكي. خوش ايه. الدهن اللي يطلع منها اوكي بنحطه ويا هالوصفة. لا حول ولا قوة. اوكي. زين. حط الدياية. اوكي. الحين باقي الصوص هذا. ايه. بحط باقي. شوفي لونه كيف حلو. زين. واو واو. واو عن جد واو. عن جد. بس هاللي اعرفه باللبناني الصراحة. فالحين زعفرنا الدياية على قولتهم نص ساعة في الفرن. نص ساعة يكفينا ان شاء الله. ما شاء الله واو. هلا بوي. يا هلا بالدياية. فالحين شو نسوي؟ ويعلق عليه دجاج سمين. شو رايك انت تحط الدجاج في هذا؟ ان شاء الله الريال اللي ريايل. صراحة ريحته عجيبة. وايد حلو صح؟ اهم شيء وجهك بس الحين. ايوه ايه صح اوكي. أوه. الحين بنحط عليه كل الدهن والمكسرات وكل شيء. حلو. ماري هاي شلون بيطلع طعمه صراحه بعد. واو. زين والاطراف بعد خلي عليه. بعدين عقب ذي شكله بنسمي. اوكي. والله ريحته حلو، بس ايش هالطبخه العجيبه؟ زين شلون بناكله؟ بالايد. على هالاكل ولا تبين فوك النايف؟ بسم الله.
ها شلون سويت ولا دي اي ولا ايش قاعد ذوق؟ لا وايد حلو. اوكي. صراحة انا عجبني. حلو، حتى الدجاج ما اثر على هذا. لا. ابدا ما اثر. دسم محتاجه كان قاصر لان ناشف شوي الخبز. صحيح. بقول في شويه طعم ايراني عليه مع المكسرات والزعفران والماي الورد في طعم كانه بقلاوه مال الكساله. يعني